مساء الخير على كل الإخوة المشاهدين وكل الضيوف. الحقيقة هو أنه دائما يعني هنالك حيلة الديب، يعني النظام يحاول يناور باش يضرب دائما المعارضة ويضربها بطرق حتى تكون غير مباشرة. مثلا اليوم أصبح يضرب بالمعارضة بشبه معارضة ويخلق جدال، والشعب اللي يتبع يظن انه هنالك مثلا انقسام داخل المعارضه، وهذا شيء غير وارد تماما. كيف هذا؟ نعرف كلنا انه المعارضه منذ بعض اشهر بدات تعمل بطريقه جديه وبدات تبني نفسها، وبعد الندوه في زيرالدا خرجنا بارضيه مهمه جدا يعني تحمل عدد من الاقتراحات ولبناء المستقبل بالحريات والانتقال الديمقراطي. ففجأة يأتي يعني حزب لربما الناس ما زالت تأمن باللي هو في المعارضة، ويخرج باقتراح لكسر المعارضة. على بالي أن ربما هذا الكلام يصدم بعض الإخوان، لكن الحقيقة أنه الأفافاس تاع أي تحمد ما بقاش اليوم. كلنا عندنا احترام لوجه رئيس الأفافاس الأسبق سي أيت أحمد، لكن يا للأسف اليوم الأفافاس دخل في لعبة لضرب مسار المعارضة. فالمشكل هو أنه خلقوا نوع من الجدل. هل المعارضة تروح إلى يعني نوع من ندوة جديدة يعني يتكلموا على الوفاق الوطني؟ فهذا التغليط، لأن الأفافاس تقدم بفكرة ويطلب من المعارضة أن تتخلى على كل ما عملت من السابق، يعني كل الإنجازات لتوحيد المعارضة لازم ننساها، لأن الأفافاس تقدم وقال أنا جئتكم بورقة بيضاء فنعيد المسار من جديد، وكل الأحزاب من جديد تعاود يعني دير اقتراحات. هذا يعني أن ننسخ الأرضية اللي اتفقنا عليها في زيرالدا في 10 جوان. فالخطة جهنمية، لأن هما على دراية أن كل المعارضة راح ترفض، لأن من مستحيل أن نرجع إلى الوراء. فيخلق جدل والسلطة تستعمل هذا الجدل ضد المعارضة. نعم هو حر، هو حر في الاختيار تاعه، لكن المشكل هو تعدى على المعارضة بهذه المبادرة. يعني هاو جاء تقدم كان عضو من التنسيقية اللي استقبلوه وتكلموا معاهم، فهو يقول انه تخلاوا على كل المطالب وهيا نبدا نبني من جديد مسار مع الافلان والارندي، يعني مع السلطه. فاحنا في المعارضه كنا نقول نساعد السلطه على الذهاب، فها هو ياتي الافافاس ويقول خلينا نساعد السلطه على البقاء. احنا نقول للافلان والارندي وكل السلطه والنظام هذا على العموم اللي فاسد، نقول له لازم ترحل في بعد فترة انتقالية، ونتكلم باش نأسس دولة القانون من جديد، باش نبني المستقبل، باش الناس هذوما اللي ما كانوش عندهم الكفاءة باش يسيروا البلاد يتنحاو ويزول يعني النظام هذا. فالأفافاس يأتي بنظرية أخرى ويقول لك هروحوا نتلاقيو باش نوزع مع بعضنا الريع، هذا غير مقبول تماما. فنفس العملية على مستوى النظام يستعملون اليوم على رأس البلاد رجل مريض، ويستعملوا بالاسم نتاعو ويتعاملوا يعني مع المسائل الكبرى بالبلاد تاع البلاد، يعني حسب النظرية نتاعهم. نفس الشيء في هذا الحزب، يستعملوا تسمية الحزب ل يعني أغراض ربما غامضة تماما. أنا نقول للإخوان اللي كانوا محبين للأفافاس، روح الأفافاس أصبح اليوم في الأحزاب الجديدة، في جيل جديد، في أحزاب أخرى خارج الأفافاس. يا للأسف العدد الكبير من إطارات الأفافاس هاجروا منه. فاليوم
يعني بعد مشوار طويل للأفافاس وإن كان عنده مطالب مشروعة أصبح يعني نسي الماضي ويستعمل بعض يعني الدلائل الغير مشروعة غير مقبولة. عندما يقول في المعارضة وفي التنسيقية كاين يعني أطراف اللي كانت في السلطة، ربما هو ينسى أنه رئيس الآن الأفافاس كذلك كان وزير كان في السلطة، فهذا غير مقبول وغير مشروع كمبرر. فالمشكلة هي مشكلة المواقف، ماهوش مشكلة من كان في أي مكان. هذا هو الآن. أما في عود الأفافاس يجي يساعد المعارضة باش نضغط أكثر على هذه السلطة للتغيير، أصبح هو ينادي بنوع من مصالحة أو شبه مصالحة على حساب الشعب وعلى حساب التغيير، هذا غير مقبول. أنا نذكر الإخوان في المقابلة الأولى اللي أجراها مع الأمين العام تاع الأفلان، تكلم وقال الأفلان هو أعظم حزب في الجزائر، هذا يعني يعطيه الشرعية اللي كان فقدها تماما، وهذا يعني أنه الأفلان أصبح شرعي وما كانتش تزوير في الانتخابات، هذا عكس ما كان يقول الأفافاس، وهذا نتأسف له. وأكثر من هذا نحن اليوم غاضبون على الأفافاس بهذه العملية اللي راهي كسر في الحركية والديناميكية الجديدة تاع المعارضة. أنا على علم أنه المعارضة مازال ما ترقاتش إلى المستوى الكافي، وربما مازال نقائص في صفوف المعارضة، وربما مازال ما قدرناش ندمج كل الإخوان، وهذا نقص عندنا، لكن لازمنا شوية وقت باش نعالج هذه الأمور. أما الإرادة هي هنا اليوم الحمد لله، عدد كبير من الأحزاب من كل التيارات وحتى الأحزاب المنحلة مثلا الفيس أو الأرسيدي أو كلها في نفس السياق، نحن كلنا حابين نبني دولة القانون ونتخلص من هذا النظام الفاسد. فكان من المفروض أن الأفافاس يجي يعطينا اليد المساعدة، ومن المفروض كان يدخل معنا في هيئة التشاور وإحنا فتحنا الأبواب له، لكن يا للأسف يفكر في أمور أخرى، وإحنا هذا يعني ما نقدرش نقبل ونمشي في هذا السياق.